إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملتقى الأحبة. موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا، وهو حقق حلمك واضرب بسهم. دعونا نرحب أولا بضيوفنا الكرام، الأستاذ أسامة الفار صاحب شركة الفلاح لاستصلاح الأراضي بالفرافرة الوادي الجديد، أهلا وسهلا بحضرتك. شرفنا بحضرتك والله. ربنا يبارك فيك. معانا طبعا مواهب وهدية لجمهور ملتقى الأحبة، عبد الرحمن ربيع، أهلا وسهلا يا عبد الرحمن. معانا يوسف ربيع، أهلا وسهلا يا يوسف. نورت يا يوسف. مشاهدي الكرام، نبدأ مع الأستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد، عامل إيه؟ الحمد لله بخير. تفضل. أولا نرحب بضيوفنا الأفاضل الكرام، أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ربنا يبارك. طبعا يوسف وعبد الرحمن وأستاذ مروان صديقي وصديق الدرب. حبيبي إن شاء الله. حبيبي، ربنا يبارك. موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل تحت عنوان حقق حلمك واضرب بسهم. شيخنا الحبيب، يعني كيف احقق في الاول كده، ازاي احقق حلمي؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. بالنسبه لتحقيق الحلم، احنا طبعا شغلنا في استصلاح الاراضي واستزراعها. تمام. بتبقى يعني في ناس كتير قوي بيبقوا عايزين يحققوا احلامهم على ارض الواقع بالنسبه لموضوع الزراعه. تمام. حتى لو ما كانش فلاح. جميل. حتى لو ما كانش ايه فلاح، لا سيما الفلاحين. تمام. فطبعا وضعنا برنامج لتحقيق حلم اي حد بيخدم شريحه كبيره من المجتمع، الفلاحين، ويخدم الدكاتره، يخدم المهندسين، يخدم كمان الجماعه المسافرين اللي هو عايز يحقق حلمه يبقى عنده مزرعه. تمام. ويبقى عنده ارض بيحلم ان هو يمشي في قلبها، وعامل لها دراسه جدوى محترمه، ولكن مش هيقعد في المزرعه. جميل. فاحنا في الحاله دي بنحقق له حلمه وبندير له الايه؟ بندير له المشروع بتاعه. واخد بالك؟ بمقابل اجر مادي. تمام. هنتكلم عنه ان شاء الله انفا باذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبه للفلاح برضه بنحقق له حلم. جميل. يعني ايه بتحقق حلمه؟ طول عمره بيحلم ان هو فلاح. طول عمره عايش في الفلاح. في موضوع الفلاح، انت حضرتك تكلمت وقلت ان الموضوع يخدم جميع الفئات. جميع الفئات بالظبط. طب انت اخترت ليه اسم الفلاح؟ سؤال جميل، ربنا يبارك فيك ويحفظك استاذ مروان. الله يبارك في عمرك. الفلاح يعني الاصاله. اصاله. طبعا الفلاح. تمام. الاصول كلها موجوده في الناس بتاعه زمان. صحيح. الفلاح يعني التراحم. جميل. الفلاح يعني الود والتآخي. صحيح. اسال كده جماعنا الفلاحين، ابوك وجدك على فكره وعمامك. انت فلاح يعني؟ احنا فلاحين. ربنا يبارك فيك. اسم الفلاح، واخد بالك، يعني شرف عظيم. انا حقيقه انا بعتز بيه. نعم. عشان كده حضرتك جاي بزي فلاح. انا كده على طول عندي بدل وعندي قمصان وعندي كل شيء، بس انا اعتز بهذا الايه، بهذا الامر حقيقه. نعم. لان يعني وجدنا العادات والتقاليد الجميله في الفلاحين، وجدنا موضوع شغل زمان بقى بتاع زمان اللي احنا دايما عايشين فيه، موضوع انت تديني وانا اديك، لو انت تستلف منا حاجه انا اسلفك حاجه. طيب. كنا زمان الحاج فلان ياخد الحاج حاجه الحاج علان. تمام. واخد بالك؟ فاحنا كده بنجيب الفلاحين بننقله نقله من الوادي الضيق الى الوادي الايه؟ الى الوادي الواسع، لان طيب. العمليه ضيقت عليه هناك. فاحنا قمنا بانشاء شركه الفلاح لاستصلاح الاراضي بالفرافره لخروج المجتمع من الوادي الضيق الى الوادي الايه؟ الى الوادي الواسع. ده بالنسبه للفلاح واختيار الاسم، ان انا بهتم بشريحه في المجتمع مهمه جدا. تمام. اللي هي شريحه الفلاحين اللي انا بشرف ان انا ايه منهم ان شاء الله تبارك وتعالى. نتشرف جميعا بان احنا فلاحين، يعني ربنا يبارك فيك. وانا جاي كنت بقرا على الفيس كده حد بيتريق على الفلاحين، انت ايه رايك؟ لا لا طبعا، المجد كله في الفلاحين. صحيح. الفلاح النهارده يقدر ياكل ويشرب من غير ما يكون معاه ولا مليم. ليه ما التريقه؟ ليه ما التريقه؟ فالفلاح هو الاصل. الفلاح هو الاصل.
بالنسبه لاخينا اللي هو بيتريق على الفلاحين، لما الطريقه بالظبط؟ نعم، الفلاح يستطيع الان ان هو من غير ولا مليم يقعد اسبوع صحيح. كامل ياكل ويشرب هو صحيح. واولاده من غير ولا ساعه. صحيح. انا الان في القاهره بقى لي مثلا 3 ايام هنا ما شاء الله. شوف انت مثلا تصرف كل يوم قد ايه؟ مواصلات واكل وشرب افطار وغدا وعشاء، فلوس متلتله. اما الفلاح الان يستطيع ان هو ياكل هو واولاده لمده اسبوع كامل من غير ما يكون معاه ولا ايه؟ ولا مليم. فالفلاح هو الاصل والفلاح هو الاساس. تمام. فلماذا التريقه؟ بالظبط. وايضا لكي لا ننسى الجانب الديني، تعالوا بنا نستمع إلى ابننا الغالي عبد الرحمن ربيع حليل. هتسمعنا يا عبد؟ بسم الله. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. أحسنت يا عبد الرحمن. فتح الله عليك يا عبد الرحمن. جميل ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. بسم الله ما شاء الله عبد الرحمن. ربنا حباه موهبة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله يعني. زخر الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. سر المنابر بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يحفظك. حلاوة في الصوت. إتقان في التجويد. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. طيب مشاهدي الكرام نخرج إلى فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. مشاهدي الكرام ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. أستاذ أسامة حضرتك كنت بتتكلم أنت عامل الشركة لشريحة كبيرة من المجتمع لجميع الفئات. جميل. تمام؟ طب أنت حضرتك قبل ما نخرج من نقطة الفلاح إزاي هتحقق حلم الفلاح؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للفلاح طبعا الارض مثلا انا واخواتي عندي مثلا فدانين. تمام. احنا مثلا 5 6. طيب دلوقتي لما نتورث في الفدانين اصبحنا عند كل واحد عنده كام؟ مثلا 4 قراريط 5 قراريط. كلام فاضي. تمام. طبعا هو طول عمره واخد على انه يزرع ويقلع في الارض. ماشي. ما عندوش لا يجيد اي شغلانه ثانيه. تمام. فحلمه ايه؟ حلمه انه يبقى عنده فدانين زي زمان قبل ما يتقسم هو واخواته. ايام ابوه رحمه الله عليه. فهو عايز لوحده فدانين، واخوه عايز فدانين، والتاني عايز فدانين. طب هيحققه ازاي؟ عندنا بقى بنحقق له حلمه ان شاء الله تبارك وتعالى. معانا في الشركه بنجهز له الارض تقسيم زي البلد بالظبط، ادرعه ومن داخل الادرعه يعني متاسسه. طبعا جاهز. تاسيس جاهز. الاول الاول قبل اي حاجه بدايه الارض احنا لازم نحلل التربه. تمام. تحليل التربه. طبعا ده في ده شغل عالي جدا. طبعا معانا مهندسين متخصصين على اعلى كفاءه ما شاء الله. لاختيار التربه المناسبه اللي احنا هنشتغل فيه. ما شاء الله. نقوم بتحليل التربه عن طريق معهد البحوث. ما شاء الله. التربه دي يصلح فيها زراعات ايه وايه 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 نسبه الملوحه وايه نسبه الملوحه في التربه وحاجات كتيره جدا بنهتم بيها. تمام. بعد كده احنا بنصلح الارض وبندق البير. تمام. وبنعمل له كمان طاقه شمسيه. الله. ليه بقى الطاقه الشمسيه؟ طبعا طبعا احنا قلنا ان اليات النجاح 3. القضاء على الجاز تماما، مرويش الارض. تمام. بديزل. تمام. بسم الله ما شاء الله. واخد بالك؟ القضاء على المراوي والانيان اللي هي عندنا هناك في البلد بتاعه زمان دي. تمام. وبدلها الايه؟ المواسير والمحابس. ما شاء الله كل حاجه متوفره ما شاء الله. بتخدم يعني بتخدم الدوله كلها وتخدم الوطن كله، جمهوريه مصر العربيه كلها. بالظبط كده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني خدمه متوفره. الله ينور عليك. هو الفلاح طبعا احنا بننقل له الصوره اللي عنده في بحري او في ابلي. صوره بكربون فين؟ عندنا.
الارض مستصلحه متقسمه دريعة متقسمه تربيع كل تربيع محبس ايه محبس غمر وكمان ممكن نبني له بيت على الايه على دماغ الارض يبقى ارضه في بيته ويبقى عنده طيوره ولا مؤاخذه البهايم بتاعته ورا الدار وهذا الكلام على الطبيعه ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب حضرتك ايه هي الزراعات المتوفره والموجوده في شركه حضرتك؟ والله بالنسبه للزراعات احنا بنصنف الزراعات حسب العميل معانا والشريك معانا في الشركه. تمام. ايه الزراعات التي تتكافأ معاه اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مع البلد اللي احنا ايه اللي احنا قاعدين فيها الفرافره الوادي الجديد. الله ينور. انا مثلا جاي لي فلاح طول عمره بيزرع برسيم وذره ويعمل الذره مكموره ايوه ما احنا طبعا دي حاجه يعني دي حياتنا صحيح ما اقولش حياه الفلاحين ولكن بقول دي حياتنا ويعمل الذره مكموره وبرسيم ويزرع حته بدنجان ورا الدار ويزرع ويصنف الحياه بتاعتنا ما ينفعش اقول له تعالى ازرع شجر صحيح فاهمني اقول له لا تعالى ازرع برسيم اهوت واعمل البدنجانه بتاعتك اهوت والبيت بتاعك اهوت ابننا اهوت بترخيص رسمي 2.5% رسمي لان الارض معانا مرخصه رسمي معها محضر تسليم من الدوله رسمي معها جواب الجيش تمام. جواب المساحه العسكريه انا عايز اسال حضرتك يعني بالنسبه انت بتقول الارض مرخصه ما مدى قانونيه الارض صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدايه اي ارض لازم تقول الى الربط والتقنين بالظبط يعني ايه الربط والتقنين يعني أي أرض أنت واخدها من الدولة لازم تكون بتدفع فلوس للدولة هو ده حق الربط والتقنين للدولة لابد منه وأي أرض أرض تاخدها من الدولة عليها ربط وتقنين ومعروف شمس دارها طالعة منين معروف عليها إيه للدولة وأنت بتدفعه دي ما تخافش منها بالظبط إحنا خرجنا من إطار وضع اليد نهائي وتعاملنا مع المحافظة عن طريق كروكي هذا الكروكي جبنا عليه جميع هيئات جميع توقيعات وموافقات جميع هيئات ومؤسسات الدولة إن هي خارج أي مشروع من المشروعات لأي سنة من السنين تمام واخد بالك ليه بقى لأن ربما تكون أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عاملة في المنطقة دي مشروع وأنت لا تدري صحيح فأنت بتجيب أول تصريح من المحافظة ومجلس المدينة تمام. إن هي خارج أي مشروع من الإيه من المشروعات تمام بناخدها عن طريق المحافظه مزاد والمزاد ده هو ليه رقم وليه تاريخ وبيعلن عنه في الجرنان بيتم رسوم المزاد على الشركه حضرتك بناء على محضر بناء على المزاد بيتم حاجه اسمها محضر تسليم رسمي للشركه من قبل المحافظه ومجلس المدينه وبناء على محضر التسليم بيتم اعطائك جواب الجيش جواب المساحه العسكريه جواب المياه الجوفيه وكمان جواب الاثار وكمان جواب البئر يعني بسم الله ما شاء الله الطريق واضح طبعا يعني لاي حد عايز مثلا يعمل مشروع طبعا وكده الطريق واضح طيب معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الله السلام عليكم طيب هنكلم حضرتك مره اخرى استاذ عبد الله طيب انا عايز ارجع للاستاذ يوسف ازيك عايز كده مقطوعة إنشادية حلوة تحفة الأطفال تحفة الأطفال يلا يقول راجي رحمات الغفوري يقول راجي رحمات الغفوري دوما سليم والتمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تله وبعد هذا النظم المريدي فنون والتنوين والودود سميته بتعفى الأطفال عن شيخنا المجيد الكمالي أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب إنه إن تسكنوا للتنوين أربع أحكام فوق السبيلي فالأول إظهار قبل أعرفي حكي ست الرتيبات وتعرفي عندهم فهاء ثم عين حاء وما لداني ثم غين قاء وسارئ غام بستاد أتت في يرملون عندهم فثبتت لكنها قسمة قسم ضغمة فيه بكلمة فيها المعلمة إلا إذا كانت كلمة فلا تضغم كدنيا ثم زمان تلا الله ينور يا يوسف ايه الجمال ده فتح الله عليك استاذ عبد الله معانا مره اخرى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الله اخبار حضرتك الحمد لله في نعمه ربنا يجزاك استاذ مروان الله يكرمك تفضل
الله يبارك فيك يا أخ مروان، أنت والشيخ أحمد. ربنا يرضى عنك يا رب، بارك الله في حضرتك. ربنا يبارك جزاكم الله عنا خير وعن أطفالنا يا رب. وإياكم يبارك في حضرتك يا رب، وربنا يجعلكم نصرة للإسلام وللمسلمين ولأطفالنا البراعم الصغيرة دي. ربنا يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك. جزاكم الله خير. يعني أنا مش عارف نشكركم ازاي، انتوا اخوات الصغيرين ان انتوا يعني عنك. بتوجهوا الناس والاطفال الصغيره ديت ان هي تلتفت لدينها وتاخد بالها حتى في اقل الله. شيء. جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يبارك. ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكيد انا يعني لاحظت في والاخ يوسف بينشد ان انت متفاعل معاه، ده اكيد تربيتك. بسم الله ما شاء الله، يعني الله ينور. جزاكم الله خيرا شيخ احمد. طيب باشمهندس، انا عايز ارجع لحضرتك. انت حضرتك تكلمت عن شريحه كبيره من المجتمع، واتكلمت هتحقق حلم الفلاح ازاي. طب هتحقق حلم المهندس والدكتور والمسافر ازاي؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعث. بالنسبه للشريحه الثانيه، هي بتضم فئه كبيره جدا من المجتمع، زي الدكتور، المهندس، حتى الموظف اللي مش فاضي، حتى المسافر اللي هو مسافر الان وعايز يحقق حلمه، هينزل بعد سنتين، هينزل بعد 3 سنين، او حتى هيجي ويستقر بس مش عايز يستقر معانا. فين؟ في مصر، في الفرافره. لا، في الفرافره. هو دلوقتي مسافر، تمام، هيجي من السفر عايز يعمل اي مشروع، فهو نفسه في المشروع الزراعي بس ملوش في الفلاح. بالظبط، اهلا وسهلا بيك. تمام، بنحقق له حلم، بنسلمه الارض زرعه، تمام، جاهزه بالطاقه الشمسيه، تمام، بالمواسير، بالمحابس، بالسكك، وكمان بنزرع له الارض زراعات تتكافئ معاه اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. يعني ما شاء الله بيستلمها جاهز. جاهز بيستلمها جاهز. بيستلمها جاهز. عملنا الزراعات مشروع. الزراعات اللي بتتكافئ معاه ازاي؟ ايه الزراعات التي تتكافئ معاه؟ بنزرع، عملنا دراسة لزرعة الليمون، تمام، وعملنا تمام دراسة لزرعة الزيتون في المشروع بتاعنا السهم الأخضر، وعملنا دراسة لزرعة النخيل. تمام، احنا بنعرض عليه جميع الدراسات، وهو ان شاء الله اللي هو عايزه بيشاور عليه، واحنا بنحققه له، وكمان بندير له الأرض. وهذه جزئية مهمة جدا. تمام، بندير له الأرض من راوي ونظافة للشجر أو النخل، تمام، ومتابعة عن طريق مهندسين متخصصين في هذا المجال، الكشف على الشجر بصفة دورية. وكمان يعني عملنا حاجة مؤخرا بفضل الله هنبدأ نطبقها، هنصور له الحاجة واتس مباشر كل أسبوع، بحيث أنه يبقى قاعد مسافر خارج البلد. طبعا، لا يبقى عارف حتى شكل الشجرة، هو ينظرها أحسن مننا، يحس أن حلمه إيه بيتحقق قدامه. طيب معنا اتصال هاتفي للأستاذة رشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إحنا والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله، يعني إحنا بنتمنى يكون عندنا في المجتمع أطفال وأولاد وشباب بيكونوا عارفين دينهم، يكونوا بالثقافة الدينية. إحنا أهم حاجة عندنا دلوقتي الوعي الديني، لأنه يعتبر شوية منعدم في مجتمعنا. عند حضرتك حق فعلا، حسنت والله. تمام، نتمنى جدا ان يكون عندنا امثال من الشباب كده واطفال كتير. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا. خير. شكرا شكرا استاذ رشا. طيب حضرتك ما شاء الله اتكلمت بطلاقه وعلى الكلام اللي انت حضرتك قلته، اللي بيستلم الارض بيستلمها جاهزه ومتكامله بكل المقاييس. تمام. وهل بعد ده كله يوجد عماله؟ وهل العمالة دائمة ولا مدة؟ العمالة عندنا عمالة دائمة وليست عمالة مؤقتة مستجلبة، وهذه جزئية مهمة جدا. طبعا احنا قلنا يعني آليات النجاح في الأراضي الجديدة، الأربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول، تمام، ان انت تروي بعيد خالص عن الجاز تستغني، يبقى عندك كهرباء يا اما بديلها الطاقة الشمسية، تمام، تطوير الري واحنا طبعا شغالين فيه، تمام، بنعمل شغلنا كله ري مطور. بالنسبه لاختيار التربه ومكانها، موضوع مهم جدا وشيء مهم جدا انك تختار تربه جنب البنيه الاساسيه للبلد، تمام، عشان يسهل عليك ان انت تجيب عامل من القريه يخدم لك في ارضك، نعم، تجيب معده تصلح لك في الارض بتاعتك، تجيب مثلا اي حاجه من القريه تستخدمها فين في الارض، تمام، وعشان كده احنا بنركز على ان احنا ناخد اراضي في الشركه بتاعتنا، شركه الفلاح او شركه السهم الاخضر،
او الفلاح الحديث او النور ما شاء الله كلها اراضي محيطه بالايه؟ دي كلها بالكره. دي كلها شركات, شركات اصلاح اراضي مرخصه بسجل تجاري ببطاقه ضريبيه, واخده الارض مزادات عن طريق محضر تسليم رسمي من ايه؟ من الدوله, ومعها جميع الايه؟ الترخيصات. تمام. باقي لنا جزئيه مهمه اللي هي انت مثلا عايز تيجي معايا في الشركه, اليات الدخول معايا في الشركه بالزبط. اليات البيع. تمام. لو انا عايز ادخل الشركه اعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ هو حضرتك انت بتعاين الارض معاينه على الطبيعه, بتشوف قصص نجاح على ارض الواقع, بتبدا تشوف الارض قبل ما تزرع وبعد ما زرعت واثناء الزراعه, واللي زرع بقى لها سنتين عامله ازاي, واللي بقى لها سنه عامله ازاي, بتشوف ده كله على ارض الواقع. اتفضل. طيب حضرتك معلش هو في سؤال بيدور. لا اتفضل هنكمل. هل الكلام ده كله له علاقه بنص مليون فدان؟ لا, المليون ونص فدان شركة الريف المصري دي حاجة واحنا حاجة تانية, ولكنها تعمل في نفس المجال. تمام. وهي متفوقة جدا وسائدة جدا في مجال الزراعة, وهي موجود منها مساحة كبيرة يعني جدا عندنا في الفرق. طبعا. تمام. طبعا هي تعمل في ايه؟ في نفس المجال, ولكن شركة الريف شيء واحنا شيء تاني, واخدين ارض المحافظة, لان ولاية الارض كذا ولاية, ولاية محافظة, ولاية هيئة, ولاية شركة الريف المصري, ولكننا نحن ضمن ولاية المحافظة اللي هي محافظة الوادي الجديد. تمام. طب انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. يعني انا دلوقتي عايز اشتري ارض. جميل. تمام. وادي لحضرتك تستصلحها او تشغلها لي زي. جميل. يعني ان صح التعبير. جميل. تمام. طيب انا حضرتك بتديني عقود طبعا. طبعا طبعا, عقود خضراء زي ما بيقول الفلاحين. لا لا, في جزئيه مهمه يا استاذ مروان في النقطه ديت لازم ننبه عليها. بالزبط. يعني كل الشعب وكل الناس. بالزبط. موضوع الارض طالما لسه عليها فلوس للدوله. تمام. ما فيهاش عقد الا بعد الانتهاء من سداد حق الدوله. بالظبط. ولكن انت بتقول لي طب انا هاخد ورق ايه؟ هو انا كده في الهواء؟ لا يا عم انت مش في الهواء. ايوه. الارض طلعت من نطاق وضع اليد بتاع زمان الى نطاق اعتاب القانونيه بينها وبين الايه؟ يعني خدت بينها وبين خطوه في التقنيه. خدت خطوه عليها فلوس. ايوه عليها فلوس. انت هتلتزم بسداد المبلغ اللي على الارض على قد قيمه الارض انت واخدها. طب انا هخش ازاي؟ يبقى قانونيتي ايه؟ أيوة. في حاجه اسمها عقد تعديل وشراكه تداخل وتخارج. بالظبط. هذا السجل التجاري بتاع الشركه انت حضرتك بتخش فيه, بدل ما السجل مثلا بتاع اسامه لوحده. أيوة. هيبقى بتاع اسامه والاستاذ مروان والاستاذ احمد, كل واحد على حده على قد حته الارض اللي هو خدها بياخد حته في السجل. خد ارض قد كده بياخد حته في السجل قد كده. حقق حلمك واضرب بسهم. ربنا يرضى عنك. بسم الله ما شاء الله. يعني هو مساهمه, شركه مساهمه يعني. بسم الله. طبعا. اسمه عقد بيع حصص وعقد بيحس اسهم وحس. جزاكم الله خير. عايز ارجع للشيخ عبد الرحمن. يا ريت تسمعنا بصوتك العذب, يعني الجمهور طلب انه يسمع صوتك مره اخرى. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاك الله لطيف. جميل. ما شاء الله. جميل. فتح الله عليك يا عبد الرحمن. ربنا يبارك في والديك رب العالمين. امين يا رب. امين يا رب. شيخنا الحبيب معلش تعالى ناخد حضرتك في حاجه تانية خالص. حضرتك لما كنا قاعدين مع بعض قلت لنا اللي انا الاول قبل ما ابدا في الموضوع ده كنت معذره بنام على الرصيف الاول خالص قبل ما ابدا في طريق وكده. ففسر لنا ايه انت بدات حياتك ازاي, بنيت نفسك ازاي, ودي برضو تكون نصيحه للشباب اللي هو ايه يكون عنده نسبه من الطموح اللي هو يوصل لدرجه اللي حضرتك وصلت فيها. حقيقة مهم جدا بصراحة. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. حقيقة هو يعني أي حاجة طموح وأمل وعزيمة. وهذه ليست كلمتي ولكن الشاب خالد ما شاء الله عليه جاني شاب
صغير جدا في السن ما يقرب تقريبا كان 17 سنه ما شاء الله. اتصل بي على الهاتف انا جاي انا عايز ارض انا مش عارف ايه، هو من منصوره من نبروه ما شاء الله. جاءني الشاب ربنا يبارك فيه ويحفظه عن طريق الهاتف، انا قلت حد كبير، اتفاجئت وانا مقابله شاب صغير. قال ما شاء الله ايه يا ابني انت مالك، انت بتعمل ايه، انت منين، انت عايز ايه؟ مالك يا قال انا خالد واعمل في مجال المحمول، وبدات كنت بوزع الاول بالشنطه وكنت مش عارف ايه وقصه، وبقى عندي سنترال. يعني كان مجال تاني. طبعا ما شاء الله. فانا شفت على المشروع الزراعي ونفسي ان انا احقق حلمي وابدا معاك بمبلغ 100,000 جنيه تقريبا واشارك معاكم في الشركه وفي المشروع. فحقيقه استفدت منه. قلت له طب يعني ايه الدافع؟ ليست قضيه اعمار. طبعا. قال لي بص اي حاجه طموح وامل وعزيمه. وقعد فسر لي الحاجات دي التفسير علمي دقيق حاجة فوق الوصف. هو طبعا هو أي حاجة فعلا بتيجي عن طريق الطموح. نعم. ويبقى عندك أمل اللي انت تحقق طموحك ده، هو تبقى حلو أول لما يكون واحد بيحلم بشيء وفجأة بيلاقي الحلم بتاعه بيتحقق قدامه ما شاء الله، وبتبقى أحلى أفضل. طيب معنا اتصال هاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. هيا أستاذ رشا. السلام عليكم. أم شهاب. ام شهاب اخبار حضرتك يا ام شهاب؟ اتفضلي. بخير الحمد لله والله. اتفضلي. السلام عليكم. استاذن حضرتك بس تسمعينا من التليفون، وطي التلفزيون لو سمحتي. احنا سامعين حضرتك من التليفون. اتفضلي حضرتك. اتفضلي اتفضلي حضرتك. نحب نهني يوسف ربيع وعبد الرحمن ربيع ونبارك لهم، وان شاء الله يتم حفظ القران على خير. بارك الله فيك. بارك ربنا يرضى عنك يا رب. جزاكم الله خيرا. شكرا ام شهاب، شكرا لحضرتك. طيب اتفضل يا استاذ اسامه. اكمل اتفضل. بيبقى اي شيء طموح. نعم. لازم عندك طموح انك توصل للشيء ده هوت، وامل. نعم. وعزيمه. نعم. لازم دول ثلاثه ايه تظفروا فيه. صحيح صحيح. حقيقه انا يعني انا احب الارض جدا. نعم. منذ صغري. هو صراحه جو جميل كده وبحب عيشه الفلاحين وبعتز بيها جدا. نعم. في العيشه البدائيه الجميله، وانا معك، والتمسك بيها يعني هو الاصل وهو صحيح. الاساس أحسن. وهي الصحه. تمام. زمان لما كنا يعني بنستغنى عن المبيدات او عن الحاجات الحديثه كلها بالنسبه لتخصيب الارض وغيره. كان زمان في صحه. تمام. دلوقتي روح المستشفيات هتلاقي مشكله المستشفى ايه، مفيش علاج، مفيش سراير، عشان كسره الناس اللي هم عيانين وتعبوا من ايه، من الحاجات اللي موجوده دلوقتي عساسه مضره للصحه. تمام. ولذلك احنا دلوقتي بنناشد اي حد بيزرع التمسك بالمخصبات الحيويه والرجوع لايام زمان. تمام. سبخ لمؤاخذه الارض، حط لها سباخ. تمام. وخصبها عن طريق المخصبات الحيويه. الحيويه هتلغي الكيماويات الطبيعيه نهائي. تمام. وهترجع للايه، للاصل. تمام. والطبيعه. ما شاء الله. فسؤال حضرتك ان انا متمسك جدا بموضوع الارض منذ صغري. ليه؟ لان انا مثلا نشات في قريه، لقيت مثلا العمده اللي عنده ارض كتير. انت حضرتك اصلا منين؟ انا اساسا من كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، قريه مشيت عباس. سيدي سالم. تمام. قريه مشيت عباس تبع محافظه كفر الشيخ. لقيت مثلا العمده اللي هو عنده ارض، شيخ البلد اللي هو عنده ارض، فانا ابتديت ان انا افكر في هذا الامر، وحبيت ان انا اتوسع في المناطق الجديده. تمام. بحيث ان انا احقق حلمي، وابقى عندي نيه ان انا احقق حلم او احقق احلام ناس كتير من المجتمع. ولذلك قمنا بانشاء الشركه بفضل الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال هاتف. السلام عليكم استاذ شهاب. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ شهاب؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. تفضل. انا عايز نصلي. نعم. ايتام الاخوان. تفضل يا حبيبي. تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة
للبقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شكرا يا حبيبي. أحسنت بس خلي بالك من المدة شوية. اسمع من الشيخ أحمد. خلي بالك من المدة شوية بس. اتقن في المدود شوية. نعم. جزاكم الله خيرا شهاب. طيب استاذ اسامه حضرتك انت عندك عماله في الشركه أكيد تمام أكيد. طيب حضرتك العماله بتكون في الزراعه فقط ولا في كل الامور؟ لا احنا معانا عماله يعني كل واحد على حده في تخصصه. بالظبط يعني مثلا حد فلاح يبقى ده شغلته ان هو تمام يسمد الارض يشتغل في تسميد الارض حد بتاع معدات يبقى هو متخصص في هذا المجال تمام حد مثلا سباك معنا برضو في الشركه لازم يكون سباك لان شغلنا كله مطور عن طريق المواسير والمحابس تنقيط وعندنا شغل غمر مؤهل ان هو يتعمل تنقيط على ما نغسل الارض لازم يكون معانا باستمرار سباك تمام واخد بالك معانا برضو ميكانيكي تمام. لان احنا معانا طبعا الطاقه الشمسيه بتعمل حقيقه نهاري إيه طب لو انا بروي بالنهار وفاضل مثلا في التربيعه قراط جمال فلاحين بقى عارفين الكلام دي التربيعه فاضل في التربيعه قراط او الفدان قراط يبقى انا طبعا وجي عليا المغرب يبقى انا بقوم جاي مشغل الايه مشغل الديزل ان انا بجيبه احتياطي على الايه تمام. على الارض فالعماله كل واحد على حده في تخصصه تمام يعني هي عماله دائمه وليست مستجلبه وهذا شيء مهم جدا ايوه ان انا يبقى عندي العماله هذه النقطه اللي انا كنت عايز لا عندي العماله من 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 اليات النجاح تبقى العماله عندي في المكان تمام او لو مش في قلب الشركه تبقى في القريه المجاوره كم بالزبط. كيلو بقى مثلا 6 كيلو 7 كيلو 8 أيوة. كيلو ومن اسباب الفشل ان الارض تبقى بعيده عن البنيه الاساسيه للبلد ليه لان هو مثلا قاعد معاك في الارض لو انت مثلا مستثمر واخد مثلا من شركة الفلاح 100 فدان تمام. ودي برضو بشارة للجماعة المستثمرين داخل مصر وخارجها اللي هو عايز ياخد أرض من الشركة ورق رسمي تدخل رسمي ياخد حتة في الشركة وياخد حتة في الأرض على أرض الواقع وعايز يعمل هو البير ويصلح الأرض ويعمل هو زراعات تتكافأ معاه هو فكريا نازل بزرعة جديدة نباتات عدرية نازل بأي حاجة عنده مفيش مشاكل أهلا وسهلا بيه ولكن ما ياخدش الأرض وإيه ويسقعها زي ايام زمان لان قوانين الزراعه الان بقت قوانين رادعه وملحه للغايه اللي انت لازم تزرع الايه تزرع الارض الزراعيه تمام باسرع وقت ممكن تمام انا معلش مصمم ان حضرتك يعني توجه نصايح للشباب لان حضرتك ما شاء الله نموذج مشرف جدا 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 حضرتك يعني هل في امل اللي يكون مثلا شاب تحت الصفر يصل الى ما فوق المليون كمان طبعا في ليه بقى حضرتك يعني معلش بعد ما اتكلم في النقطه دي انت بنيت نفسك ازاي ووصلت للدرجه دي والله خليها نقطه يعني البدايه الاول هي نصيحه وبعدين يعني ماشي ما هيتكلم هو النصيحه ان هو يبقى عنده الاول عزيمه تمام واخد بالك لهذا الامر تمام ان ما فيش حاجه صعبه ابدا نعم واخد بالك مش حاجه مستحيله ويحط رجله على اعتاب العمل اللي هو عايزه تمام ويستخير ربنا سبحانه وتعالى على قبل ما يحط رجله على العتبه جميل طبعا هذه الاستخاره جميله جدا نعم. وهي مبشره وبتنور الطريق صحيح بعد كده احنا بنعمل تسهيلات لجميع الشباب وجميع اي حد زي ما انت بتقول تحت الصفر نعم تسهيلات في التقسيط يعني لك ان تتصور الان يعني احنا بنشارك معانا شباب وناس مسافرين خارج البلاد وداخلهم يستلم الارض زرعه مزروعه بالطاقه الشمسيه جاهزه بالتقسيط على سنتين اتنين تقريبا تمام سنتين اتنين ما شاء الله يقعد يسدد في الارض وهو مستلمها احنا بناخد منه سعر التكلفه فقط كوننا نحن متخصصون في هذا المجال تمام. طب لو طلقته مع نفسه وخد حته كده واعمل قاعد يعمل فيها اللي هو عايزه احيانا بيفشل يروح يجيب معدات غالي ده يجيب حاجات في الغالب بيجيب حاجات غالي تمام. جربنا دي واحيانا في ناس بتصمم ماشي لا بأس مفيش مشاكل ولكن هؤلاء الشباب اهلا وسهلا بيهم نعم. لحد فدان بعنا تمام يعني اخر حد معايا الاخ ابراهيم من نبروه خد مني فدان تمام لا باس ايه المشكله زرعوا ايه ما عندوش زرعوا دلوقتي غل ما شاء الله ما عندوش ولا سهم واخد بالك في البلد
جه اشترى فدان، ايه المشكله؟ وعنده طموح وامل وعزيم، عايز الفدان ده هوت مزروع غله، هيطلع زرعه الغله، هيقوم جاي زرعه شويه ليمون، هيكلف الليمون زراعته بالشبكه بالبتاع بكله، هياخد له 7000 جنيه، يعني اللي هتجيبه اللي هيجيب اللي هيجي من الغله هينحط في الليمون، يبقى هو بقى عنده فدان ليمون. طيب الجدوى الاقتصاديه من وراء هذا الليمون، فدان فدان في الليمون بعد سنتين بيبشر، بعد 3 سنين بيطرح، هيجيب له من 10-15 ألف، وكل لما يقدم بيجيب 20 و30 لحد ما وصل الليمون السنه دي كان اغلى من كيلو فيزيك. نقطه حيويه معلش يا استاذ احمد، انا كنت عايز اسال في النقطه دي، نقطه حيويه، يعني انا دلوقتي انا عايز اشتري فدان. جميل. تمام. الفدان مثلا سي سعره 100 ألف، لا وليكن مفيش 100، لا بقت هتخوف الناس. مثلا خليها مثلا 50 مثلا 60 زي ما لا هو الفدان احنا بنبيعه بتكلفته، في عندنا حاجه ب 30 وفي عندنا حاجه ما شاء الله ده اسعار خياليه، 30 ألف جنيه، وفي عندنا ما اقل من ذلك، ولكن احنا بنتكلم لو انت مثلا لو مجموعه وهياخدوا كميه ارض كبيره ابو 30 بيبقى اوتوماتيكي ب 26 يطلع من هنا نشتري يلا ابو 30 بيبقى 26. واحنا طبعا يعني احنا برضو بنناشد اخواننا المسافرين واخواننا اللي هم بيبقوا خارج البلاد، طبعا دول بيتجمعوا يوم الجمعه، وهم اكثر تجمع يوم الجمعه ده، هو بيجي لي التليفونات فوق الوصف. تمام. بيعملوا مجموعات وينزلوا عشان يحققوا حلمهم. تمام. في بلدهم. تمام. وده الاصل الاصيل، ان انت تاكل وتشرب في بلدك. بالزبط. وان انت تستثمر في بلدك فعلا استثمار حقيقي. فدول بيعملوا ايه؟ دول بيجمعوا بعض، وده شيء جميل جدا. نعم. ان هم يحطوا جنيه الثاني على جنيه الرابع على جنيه الخامس ويعملوا مشروع يعملوا مشروع زراعي. تمام. احنا بنقول لهم اهلا وسهلا، ايه اهلا وسهلا بيكم. بنعطوهم قطعه من الارض من داخل الشركه. تمام. الشركه مثلا قد هذا المكتب، احنا بندي لهم حته قد التليفون في الشركه. تمام. تمام. بورق قانون ما شاء الله 100%. تعالوا الحته اللي هي بتاعتكم في الشركه اهي، انتوا خدتوا حته قد كده من الشركه واخدين حته قد كده من الارض. اسمه عقد تعديل وشراكه، عشان برضه يا اخواننا ما ينسوش، عقد تعديل وشراكه، تداخل وشراكه، عقد بيع حصص واسهم. طبعا. تمام. طيب انت حلمك واضرب بسهم. بالظبط كده، اضرب معانا بسهم وحقق حلمك. تمام. وخش معانا في الشركه وشارك معانا على ارض الواقع وينجح معانا زي ما ايه زي ما احنا ناجحين. هو بيجي بيراسلني وبيجي على ارض الطبيعه بيشوف قصص نجاح فعلا واقعيه. تمام. وبنرحب به فين؟ في الشركه، بيحققوا حلمهم بفضل الله. ومعانا فئات كتيره من هذا القبيل، ناس من مطوبس، ناس من قلين، معانا ناس من بلطيم، معانا ناس من الصعيد، فئات كل حد كل واحد على ايه على حده، مجموعه بياخدوا بير. ده ممكن يجيب حق الارض في زرعتين. ايوه مش مجموعه. وبعدين ده فيها نقطة حلوة كمان، يعني موضوع المجموعة دي بتعمل تكافؤ اجتماعي وفكري بينهم وبين بعض. لما يكون مثلا مجموعة من مثلا البحيرة، الشيخ أحمد من البحيرة أحسن ناس، ربنا يبارك فيك. من أي البلد؟ من البحيرة. أبو حمص أحسن ناس والله حقيقة. يعني بيجوا مثلا من البحيرة بياخدوا حتة في الأرض، بيبقوا هم متكافئين فكريا واجتماعيا مع بعض، يعني ما تلاقيش مشاكل مثلا في الأرض. ليه؟ هم بلديات. بالظبط. بيبقى فيه تكافؤ واخد بالك اجتماعي مع بعض. يعني ايه؟ يعني لو واحد قاعد في الارض والتاني مثلا في البحيره ما مش هينقل بوحده، هيروح ويجي شويه كده برضه. صحيح. لسه مرتبط بايه؟ بصباه وبلده. ايوه طبعا. راعي للارض واخد بالك، بيراعي له، اروي للارض، بص لي على الزرع. الحاجه طبعا ده هناك وده هنا، بعت له مثلا رقاطين ولا بتاع الشغل بتاعنا بتاع زمان ده. يبقى فيه تكافؤ ايه؟ اجتماعي على ارض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. في بالنسبة للموضوع مهم جدا، وهو أنت تكلمت فيه أن أنت بتستغنى عن السماد الكيماوي. تمام؟ حقيقة. يعني ما شاء الله ده نقطة مهمة جدا للغاية، أن أنت بتستغنى عن السماد الكيماوي ويعني بتستغل السماد الحيوي. بالظبط بالظبط بالظبط. طب ده النقطة دي فكرت فيها إزاي؟ أقول لك يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. برضه هنرجع لأيام زمان. معلش يا شيخ احمد، انا انت بتضغطوا عليا في النقطه ديت وانا مستمتع والله. الله يبارك بحضرتك. برضه هنرجع لايام زمان، ايام ما قبل لا مؤاخذه في الكلمه ما كان فيه تسفيل. تسال بس اخوانك لو انتوا لاحظتوا هذا الكلام. تسفيل لا مؤاخذه للزرايب اللي هي الدوار او الحوش. كان بيبقى فيه سباخ. ايوه واخد بالك، كنا نروح نخرط في الايه في الزريبه ونطلع السباخ نحطه فين؟ في الغيط في الارض. معلش بقى ايه بقى كل حاجه ولا الكلام ده غلط كده على القناه. انا بحب احن لايام زمان واتكلم عن ايام زمان علشان ان احنا لازم نتمسك بهذه الايه بهذه العادات. فاحنا دلوقتي فكرنا ان احنا
نحط السباخ للارض وفي حاجات اسمها المخصبات الحيويه او البكتيريا النافعه للايه للارض. مش كيماوي؟ لا مش كيماوي. هذه البكتيريا بتعمل على بكتيريا بتولد بتاع ده خليه بتولد خليه، خليه بتولد خليه وتوليد عن طريق السباخ. وفي عندنا في مصر دكاتره اجزاء كبار جدا بيتكلموا في هذا المجال زي الدكتور راشد رجائي، زي الدكتور محمد فتحي سالم. تمام. هؤلاء أفزاء في هذا المجال، بيستغنى لك خالص عن الكيماوي او على الاقل ثلاث ارباع الكيماوي وبيبقى الثمره ضعف الانتاج وكمان ثمره صحيه 100%. بنحاول نفعلها معانا في الشركه بفضل الله. طيب. تبارك وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في سعيك. طيب هو ختاما في ختام الحلقه انت كنت عايز تقول حاجه. والله هو في استاذنا وحبيبنا ووالدنا، هو في منزله ابي، استاذنا الاستاذ جمعه يوسف غازي، هو الان مريض. ونتوجه الى الله عز وجل بخالص الدعاء، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا ياتي بوجع يا رب. آمين. العالمين. ربنا يشفيه. جزاكم الله خيرا شيخ احمد على هذه، والله كانت حلقه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك ويبارك في سعيك. الاستاذ اسامه الفار صاحب شركه الفلاح لاستصلاح الاراضي بالفرافره الوادي الجديد، شرفتنا ونورتنا النهارده وامتعتنا واثريت الحلقه. ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. مروان ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا وشرفت ونورت وفريق الاعداد، ربنا يحفظكم ويبارك في سعيكم وجزا الله خير الجزاء الشباب. ما شاء الله يبارك فيكم وفي والديكم ويجعلكم ذخرا للاسلام والمسلمين ان شاء الله. امين. عبد الرحمن بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا ينفع بك، امتعتنا بصوتك العذب ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعني ربنا يكرمك ويكفيك شر العين. نعم. يوسف بسم الله ما شاء الله، يعني امتعتنا انت النهارده. تمام بسم الله ما شاء الله، يعني جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال هاتفي قبل الختام، المهندس مختار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذن حضرتك وقت التلفزيون بس. ايوه ما تتفضل. اتفضل يا استاذ. بقول لحضرتك ايه للاخ الفلاح اللي جنب حضرتك ده، انا عايز بس عايز الاسم بتاعه بالكامل وعنوانه ورقم تليفون عشان نقدر نتصل عليه. تحت امر حضرتك. حاضر. ممكن تسيب رقم تليفون حضرتك في الكنترول. حاضر. وهنتابع مع حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ احمد. النهارده بسم الله ما شاء الله كانت حلقه ممتعه رائعه رائعه رائعه, رائعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي سعيك. يعني مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.